بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج دروب الحياة. الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أقنع العقل ووافق الفطرة فملأ القلب طمأنينة. نعيش اليوم في ظل نظام عالمي ظالم يحاول فيه قلب الأمور، قلب الفطرة، التمرد على الفطرة من خلال الترويج لما يسمونه بالمثلية، حتى بالمصطلح قلب الحقائق وقلب الأمور، وأصبح في مناهجهم ما يشجع على فعل المنكرات وتربية الأبناء على القيام بأفعال يرفضها العقل والدين والفطرة. سنتحدث عن هذه الموجة اليوم، نحاول أن نفهم خطورتها على البشرية وليس فقط على المسلمين. كيف نحصن أبناءنا؟ أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ سامح الجبة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المجلس الأوروبي للعلماء الداعية الإسلامي. أهلا مرحبا بكم معنا فضيلة الشيخ. شكر الله، حياكم الله. حقيقة في دروب الحياة الكثير من التحديات فضيلة الشيخ التي نواجهها، وما أعظم أن نواجهها بسلاح الدين الإسلامي العظيم وهذه الشريعة الغراء وهذا الفكر الإسلامي الناصع الذي يحصننا ويعيننا على المضي في دروب الحياة لنتجاوز الصعاب. ما أعظم هذه النعمة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لكم على هذه الضيافة، تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. والحقيقة الحديث عن هذه الظاهرة ينبغي كل مسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، بأننا يعني نسير أو نستظل بمظلة هذا الدين العظيم الذي يعني وصفه ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالكمال والتمام قد توفر في هذا المنهاج العظيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا. والعلماء قالوا في تفسير هذه الآية في الكمال والتمام: الكمال من حيث استيفاء الأنصبة والأركان والصلوات والمقادير، والتمام بموافقة هذا الدين للفطرة. فهذا من فلم يشرع لنا تشريع، هو تشريع جيد ولكنه غير متوافق مع الفطرة، حاشاه سبحانه وتعالى. إنما الكمال والتمام يعني موجود في هذه الشريعة لأنها هي الشريعة الخاتمة التي لا شريعة بعدها ولا منهاج يعني ولا رسالة للسماء بعد هذه الرسالة. ولذلك نعمة كبيرة جدا أن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمنا بالانتساب لهذا الدين الذي لم يصطدم بفطرة الإنسان، وإنما شرع له، اعترف بالغريزة عنده، بالغريزة الجنسية، ثم وضع له الإطار الصحيح النظيف الذي من خلاله يمارس هذه الشهوة والزواج وتكوين الأسرة. وبالتالي فابتداء نحن في نعمة كبيرة. قد يظن البعض إنه يعني الأمة حالها ليس بالصورة الجيدة، أنا أقول نحن نتحدث عن الشريعة، الشريعة التي نستظل بها والتي قصرنا في التعامل اللائق بها، نحن قصرنا في التمسك بها والاستمساك بها والتربية عليها، فأدى بنا الحال إلى ما وصدق علينا قول الشاعر: كالعيس في البيداء، العيس الجمال التي تسير في الصحراء، كالعيس في البيداء يحملها الظمأ، يقتلها الظمأ والماء من فوق ظهورها محمول. نحن عندنا المنهاج الشامل الكامل التام الذي يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن للأسف، لكن أحسب إن شاء الله أن الأمة يعني قريب. وأقول ختاما لهذه النقطة إنه علينا واجب كبير نحن كمسلمين، طالما أننا نمتلك رسالة الفطرة المتوافقة مع الفطرة، علينا أن نعرضها وأن نكون صورة طيبة لها حتى نؤثر في الآخرين. وأنا أحكي لحضرتك قصة في دقيقة واحدة. أنا كنت في المجلس الأوروبي للأئمة، كان عندنا المؤتمر الأول للمجلس قبل تقريبا أسبوعين، وأحد الإخوة الأئمة في مركز إسلامي في جمهورية التشيك رصد في جمهورية التشيك
انه في اهتمام كبير جدا بتربية الكلاب. يعني تقريبا اكبر دولة في اوروبا مهتم اهلها بتربية الكلاب هي جمهورية التشيك، وهو يريد ان يدعو الى الاسلام ويعيش في مجتمع غير مسلم. فاعلن من خلال المركز الاسلامي في الذي يعمل فيه في جمهورية التشيك عن مسابقة عن افضل كلب. بيقول فتقدم لهذه المسابقة عشرات الالاف بدون مبالغة، عشرات الالاف، وكل واحد جايب الايه؟ لا مؤاخذة الكلب بتاعه وملبسه ومظبطه يعني. يقول عملنا برنامج قبل اعلان النتيجة عن الكلب في القرآن الكريم، وحدثهم عن كلب اصحاب الكهف، وكيف ان هذا الكلب كان يحمي فتية الايمان، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وحدثهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في كلب سقاه لما وجده يلهث عطشا، نعم، فنزل وملأ خفه وسقاه، فكان الكلب وسيلة لدخول أحد الناس دخل لهم من هذا المدخل. يقول فدخل في الإسلام في هذه المسابقة 35 مسلم جديد من أبناء جمهورية التشيك. هذه هي الذي أقوله واجبنا، واجبنا اتجاه ما نحمل، نحن نحمل رغم أننا تربينا على أن الكلب نجس. نعم، لكن طبعا عند المالكية لا، ليس نجس. المالكية المذهب المالكي يعني أصل لهذا، والإمام مالك يعني يرد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم سبع مرات فليغسله بالتراب سبع مرات إحداهن بالتراب، وقال واستدل بآية صريحة في القرآن وما علمتم من الجوارح مكلبين، فقال كيف يؤكل صيده ويكره لعابه. والمذهب المالكي معروف في هذا. هناك فرق بين حكم طهارة الكلب وبين الاقتناء وحكم الاقتناء؟ طبعا العلماء في إجماع على أنه يستخدم في حالات معينة اللي هي الحراسة ويعني الصيد أو شيء من هذا، وإن كان ده، لكن المذهب المالكي متوسع شوية في هذا الأمر. فهو الأخ استخدم إيه؟ آراء المالكية ومن هذا المنطلق كباب من أبواب الدعوة، كباب طيب من أبواب الدعوة، ونجح في دخول 35 واحد. قال 35 واحد جميل. حتى يعني نعود إلى موضوعنا طيب. بالمصطلح فضيلة الشيخ، نعم، يعني أنت عارف اليوم، نعم، حولوا اسم الربا إلى فائدة، نعم، والخمرة مشروبات روحية، نعم، يعني اليوم الشذوذ صار اسمه مثلية، نعم، خطورة المصطلحات وضرورة، نعم، التنبه لها، نعم، وهذا هو الذي يعني جزاك الله خيرا كنت أريد أبدأ به، وهو الحذر من هذا المسمى، لأنه المسمى المثلية في شيء أن الناس مثل بعض، فأنتوا مالكم يعني، أنتوا إيه اللي عامل لكم إزعاج يعني، الناس كأن فيه شكل التراضي. أيوة التراضي، الرجل يتزوج رجل وهم راضيين ببعض، والست بتتجوز ست وراضيين ببعض، فأنت مالك أنت ومالنا يا قاضي، على رأي المثل المصري يعني. فلا، هذا المثل، الوصف الصحيح هو الشذوذ الجنسي، والوصف القرآني اتيان الذكران. القرآن كده أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم عادون. وبالتالي فالحذر، كل الحذر من هذا المسمى، لأن احنا كثير من يعني المصائب تسوق بشكل زي ما يقول لك على المشروبات الروحية، الخمر والتي يعني أم الخبائث يسميها مشروبات روحية، تمام، ويقول لك الفنان وهو مفسد كبير ويسميه فنان، لكسر الحاجز النفسي، كسر الحاجز النفسي، ويعني تضليل إنجاز التعبير، تضليل الناس وإيهامهم بأن هذا شيء طبيعي لا حرج فيه. لكن الحقيقة يعني هذا يأخذنا إلى أن هذا الفعل وهو اتيان الذكران أو اتيان الرجال من دون النساء، والحقيقة أيضا في الاسم، أنا حتى عندنا في المصطلح الشرعي نتحفظ شوية على أن احنا نسميه لواط، لأنه بعض العلماء تحدث في هذا كثيرا وقالوا لا يجوز أن ننسب هذه الفعلة إلى نبي من الأنبياء وهو سيدنا لوط عليه السلام، وإنما نقول من عمل عمل قوم لوط، فننسب، نعم، الفعل إلى قوم لوط، ولا نقول ننسب الفعل إلى سيدنا لوط عليه السلام. فالمصطلح لفظ اللواط هذا لا ينبغي أن يستخدم، لأنه مصطلح يسيء إلى نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. طيب، ويخرج لك من يوصف نفسه بوصف إمام في فرنسا مثلا، يقول لك أنه ما في بأس. نعم، لما هو احنا هنيجي بقى للحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي بس في تلبيس يعني بموضوع المصطلح
ومحاولة التلبيس بموضوع الحكم الشرعي. طبعا يعني المصطلح، احنا قلنا المصطلح واضح، المفروض أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية حتى لا يزال الحاجز النفسي بيننا وبين هذا الفعل، وحتى لا يتم تضليل الناس. هذه منتهية الحكم الشرعي بقى، لأنه زي ما قلت سمعت بعض الناس يعني بيتكلم ويقول لك أنه في فرق ما بين عمل قوم لوط، أنه كان عمل قوم لوط يعني فيه شيء من الاغتصاب من الإكراه، فلكن المثليين لا، حتى عشان كده سموه مثليين هؤلاء بالتراضي، يعني هو فعل قائم على قبول الطرفين، فليس فيه ما كان في. وهذا الحقيقة أيضا من ضمن التضليل، لأنه الفعل منكور أيا ما كانت الدوافع التي يعني تدفع الإنسان إليه. الفعل فعل لا يبرر، لا يبرر. القرآن، علماء المسلمين مجمعون على أن هذا من الكبائر، محرم كبير، مش بس محرم، وتحريمه في تغليظ العقوبة. أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ماذا فعل بقوم لوط، تمام، يعني رفعهم إلى السماء، ثم يعني خسف بهم وأسقط عليهم الحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أرى أصحاب السنن ابن ماجة والترمذي وأبو داود وأحمد في مسنده، من رأيتموه أو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وسيدنا عبد الله بن عباس ذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في المسند، من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وقررها ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تغليظ العقوبة لتغليظ الفعل والتشنيع على هذا الفعل. الخلفاء الراشدون، تنفيذ الحكم هنا منوط بمن؟ هنقتل العقوبة، لكن خلينا في الفعل الآن. الآن الخلفاء الراشدين اعتبروا أن هذا جرم كبير، الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان كلهم، وحتى أنه إن سيدنا أبو بكر استشار الصحابة، فأستشار عليه أن سيدنا خالد أرسل له أن فيه في مكان من الأماكن التي يفتحها أناس يفعلون هذا، فاستشار أبو بكر الصحابة فأشاروا عليه بتحريق هؤلاء فحرقهم خالد. وعلى فكرة هذه العقوبة كانت في القرون الوسطى موجودة في دول أوروبية لغير المسلمين، كانوا يفعلون هذا أيضا، كانت عقوبة مغلظة تغليظ شديد جدا على من يفعل هذا الأمر. وبالتالي أنه المجيء الآن بقى وتبرير هذه الفعلة، يعني تحت دعوة التطوير، تحت دعوة موائمة العصر، تحت دعوة إن هؤلاء مرضى، يعني بعض الناس يقول لك إن هؤلاء مرضى، كيف تنكر على المريض وهو يحتاج إلى علاج؟ نحن نقول الفعل غير الفاعل، أرجو أن ننتبه إلى هذا، الفعل غير الفاعل. الفعل مجرم ولا يبرر، وهو من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى، لكن الفاعل نسعى معه لأن يبرأ من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله علّه يتوب، ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اللي أشار على فرق بين المجاهرة والستر، يعني الفاعل والفعل. الفعل لا يبرر، الفعل هذا لا يبرر تحت أي بند وتحت أي مسمى، لا يجوز لمسلم فضلا أن يكون عالم من العلماء أن يبرر هذا الفعل تحت أي دعوة من الدعوات. هذا يكون قد أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وادعى لنفسه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر محرم في كتاب الله ومحرم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يتمرد على الفطرة، هذا الذي يتمرد على الفطرة. لكن الفاعل هنتكلم عنه، نعمل معه إيه أو حكمه إيه أو ماذا نفعل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الصحابي الذي أشار إلى سيدنا ماعز اللي وقع في جريمة الزنا وقال له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فذهب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض عنه مرة واثنين وثلاثة حتى أقار سيدنا ماعز، فالنبي خلاص ما وجد بدا من إيه؟ من أن يقيم عليه الحد. بعد ما أقيم الحد على ماعز، هذا الصحابي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا من أشرت على ماعز أن يأتي إليك لتقيم عليه الحد، ظنا منه أنه بهذا فعل إيه؟ عمل جيد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لعله كان يتوب، انت لماذا اشرت عليه بهذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: من اتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، ومن ابدى لنا صفحته، يعني جت لنا خبره وثبتت عليه الحد، خلاص يبقى اقمنا عليه الحد. فبالتالي الفعل مجرم ولا يعني، حرمه القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم،
وأقام الحد على من فعل هذا الخلفاء الراشدين والأمة. هذا مما أجمعت عليه الأمة. فيأتي النهاردة واحد من المشايخ في أوروبا أو في غير أوروبا وتحت دعوة يعني ضغط الواقع الموجود عنده ويفعل هذا، يكفيك يكفيك أن تقول أن الفعل غير الفاعل. الفاعل هذا نتحدث فيه ماذا نفعل معه، لكن الفعل لا يبرر ولا يعني تؤتى له بمبررات لا نفسية ولا طبية ولا شيء من هذا، ولا من باب أنه حرية شخصية. لا طبعا، ما هذا البلاء الذي دخل على أوروبا، على أوروبا كلها، أن الحرية لابد أن يكون لها انضباط. الإنسان كإنسان إذا أعطيته وأطلقت له العنان هو سيكون يعني مفسد من الدرجة الأولى. الإنسان لأنه ما سمي الإنسان إنسانا إلا أنه كثير النسيان، والله سبحانه وتعالى قال ذكر مواصفات الإنسان، كل إنسان مش بس المسلم، الإنسان بصفة عامة، بما ركب فيه الله سبحانه وتعالى من شهوات ومن رغبات. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير كان من إن وخلق الإنسان عجولا. لما تذكر وصف القرآن للإنسان حتجد أن هذا إنسان محتاج إلى تهذيب، محتاج إلى رعاية، محتاج إلى وقاية. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل له الرسل وأنزل له الكتب حتى يهذب من هذا الإنسان. والحقيقة هذه أيضا نقطة مهمة جدا، لأن أوروبا تحت دعوى حقوق الإنسان وحقوق والحريات العامة وتورطت في هذه في هذا يعني، وهذا أصلا يؤدي إلى تآكلهم، وهذا بدأ يحدث عندهم يعني. وهذا لو ذكرنا في التداعيات والآثار، بعض يقول لك شيخ أنه من هذا الباب لا بالعكس، هم تقدموا وتطوروا وانظر إليهم اليوم كيف هم. ده بالعكس، ده هم وضعوا أنفسهم في ورطة لا يعرفون كيف يخرجون منها الآن. يعني أنا قرأت تقرير قبل أيام أنه بعض الجمعيات بدأت تتأسس في أوروبا لكيف تساعد المثليين هؤلاء على الإنجاب، لأن الراجل بيتجوز راجل فما فيش إنجاب، والست بتتجوز ست ما فيش إنجاب، محل الإنبات معطل وخرب، خطورة هذا الأمر وبالتالي ما فيش نسل على المجتمع. أي مجتمع ما فيش نسل هاتي جديد. والله عز وجل يقول في وصف الإنسان في بداية سورة النساء: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبث الرجال الكثير والنساء ما يبقاش موجود. نعم. وبالتالي لو أن المجتمع الغربي استسلم لهذا بعد فكرة هيتآكل، لن يكون هناك موجود. فأنا أقول الحقيقة أنه هذه المفهوم الحريات، لا، الحرية ينبغي أن تكون منضبطة بالمصالح والمفاسد، ولا ينبغي أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة كما يقول علماء الاجتماع. لا يوجد في العالم كله حرية مطلقة، وإنما هي حرية لا تؤدي إلى، وخاصة إذا كان إفساد الحرص والنسل فهذه تكون كارثة على وهذا الذي يريدون أن يصدرونه إلى مجتمعاتنا ويصدرونه إلى أمتنا الإسلامية، لأنه مش عاوز يبقى هو الوحده اللي خربان. هو عاوز طالما أن منظومة الأسرة، إحنا ممكن اتكلمنا قبل كده في منظومة الأسرة، نعم. منظومة الأسرة الغربية لما انهارت فهم يريدون أن يكون الجميع مثلهم منهار. فلذلك أنا أحذر من نأتي إلى العقوبة. العقوبة في الشريعة الإسلامية يبقى إذن الفعل هو مجرم بإجماع، لا يعني يوجد أي يعني خلاف بين العلماء على 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 حرمة هذا الفعل. العقوبة بقى هي اللي فيها العلماء بدأوا يعني اختلفوا فيها، فبعضهم قال إنه يقتل، بعضهم قال إنه يحرق، بعضهم قال إنه يقام عليه حد الزنا إن كان محصنا فيرجم وإن كان غير محصن فيجلد، بعضهم قال يغرب ويخرج من المكان. فالعقوبة لأنه العقوبة يعني الصحابة نفسهم فعلوا أكثر من وسيلة، وبالتالي فيها خلاف بين الفقهاء، لكن العمل لم يعني والفعل وتجريمه وتحريمه لم يختلف فيه أحد، لا من الصحابة ولا من أهل العلم قاطبة. نعم. طيب في سؤال شيخنا في هذا الباب، من باب المحاولة ربما يعني دفع الشبهات، نعم، أمام الشذوذ. يسأل عبد الرحمن من السويد: ما حكم الشذوذ الجنسي في الإسلام؟ وإذا اعتبرنا الشواذ مرضى نفسيين فكيف لنا أن نؤاخذهم على تصرفاتهم؟ فنحن لا نؤاخذ من لديه مرض جلدي مثلا بعدم قدرته على الوضوء، فكيف نعاقبهم على ذنب وهم مرضى؟ السؤال ملغوم طبعا. نعم، يعني نعم. وهذا اللي أنا كنت أقول إن في أهمية التفريق بين الفعل والفعل. بس هل هم مرضى؟ الفعل هو مجرم،
والإنكار نحن مأمورون بالإنكار، طالما أن الفعل مجرم في شريعة الإسلام يبقى يجب إنكاره، ويجب يعني الأخذ على يد من يقوم بهذا الفعل. لكن أنا عاوز أقول إنه وخاصة بعد مقام اللاعب المصري أبو تريكة بالإنكار على رفع علم المثليين في الدوري الإنجليزي، أنا أقول إنه الإنكار هنا هو الإنكار على الإعلان عن هذه الفاحشة، الإعلان، لأنه الإعلان عن هذه الفاحشة والترويج لها يؤدي إلى آثار خطيرة جدا، فيؤدي إلى القناعة بها، حب هذه الفعلة، مش بس وهذه الترويج الآن فضل يكون شيخ. يؤدي إلى القناعة بها، ثم يؤدي إلى الوقوع فيها، ثم يؤدي إلى أن تصبح عادة، ثم يدافع عنها، وهذا الذي حدث عندهم. يعني هو هلما جرى بقى، هو الوقت بيشوف أكتر حاجة الشباب بيتأثر بها وبيلتف حولها، ما بيضيعش منها أي دقيقة، الدوريات الكرة القدم، فيبدأ يروج له في هذه الدوريات المحببة إلى نفسه والمباريات المحببة إلى نفسه، يروج له هذا الفعل حتى يقبله. بعدين لما يقبله ممكن ينتقل معه في بعد فترة إلى مرحلة أخرى، وبعدين والأخرى، وهكذا، حتى يجعل هذا الأمر من المسلمات، ويصبح من ينكر ينكر عليه. يعني نحن ننكر على من ينكر على المنكر، وهذا الحقيقة عيب. بس بنقطة المرض شيخنا، هل الشاذ مريض؟ يعني الموضوع بيولوجي، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أم ماذا؟ ما هو أم هذه شبهة فقط؟ هذا المريض يحتاج إلى علاج، تمام، لكن الذين ينكرون على إنكارنا عن هذه الفعلة هم لا يريدون أحد يتكلم ويقول أن هذه الفعلة مجرمة، ولا يريدون أن أحد يقول أن هذا الفعل لا ينبغي أن يروج وأن يعلن. نشوف زي أي مشكلة في المجتمع، يعني مرضى القلب، مرضى أي مرض، إذا كان هو مريض فعلا فيمكن له أن يطلب الطب لإبرائه من هذا المرض. لكن ما ينفعش أن أنا أطلع أقول أن المرض ده مرض حلو، وياريت كل الناس يبقى عندها مرض القلب، وادعوا للإصابة بمرض القلب. من أي عاقل يقول هذا؟ أو أي مرض من الأمراض إذا اعتبرناه مرض، هل في شفت حد لما أنا هنا سؤالي، هل هو مرض؟ أهل الطب يقولوا في هذا، أنا أعتقد أنه مرض، أنا أعتقد أنه هو مرض، لأنه هو إذن كيف نلومه إذا مريض؟ نحن لا نلومه على المرض اللي هو فيه، نلومه على الفعل التي تركها وأدت به للوقوع في هذا المرض. أنت لما تروح لطبيب فمصاب بأي مرض يقول لك أنت ليه عملت كذا وليه عملت كذا وليه عملت كذا، هو ده اللي ودك للحالة اللي أنت فيه، فهو فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا بأدى به بالنهاية إلى الوقوع في هذا المرض. فأنت ما تجيش لما تقع في المصيبة وتقول لي ما تحاسبنيش، لماذا وقعت في المصيبة؟ لماذا تركت نفسك؟ لماذا رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم كيف يقع الإنسان في هذه الفواحش؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، جاءه المنهج فانسلخ منها، انسلخ، شوفوا حتى شوف تعبير القرآن، انسلخ زي ما بنسلخ الأرنب كده من جلده، انسلخ منها، بعد كده ايه، خلاص وسائل الحماية عنده بالانسلاخ انتهت، ما عادش بقى عريان، فأتبعه الشيطان، تحكم فيه الشيطان وظل يخرجه من حالة إلى حالة حتى أوصله. لكن شيخنا حتى نجليها هذه، لأنه نعم، ليس على المريض حرج، يعني في النهاية نعم، وأنا الذي أعلمه أن الدراسات أثبتت بأن الشاذ ليس مريضا. لا، هو ليس على المريض حرج، المرض الذي لا دخل للإنسان فيه، هذا 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 عدل الله سبحانه وتعالى. لكن أنت من أوقعت نفسك في هذا المرض، أنت من سعيت له. وبعدين المشكلة مش في هو مرض ولا مش مرض، المشكلة هل هو فعل صحيح ولا غير صحيح، ما يدخلناش في متاهات الجماعة المتفلسفين. لا بس ما هي هذه مهمة شيخنا، لا يعني هو حتى لو هو مرض فهو حتى يعفي نفسه من المساءلة، يقول لك أنه يعني مش بإيدي. لا كيف كيف يعني لماذا أوقع الله سبحانه وتعالى العقوبة على هؤلاء قوم لوط لو إنه مش بإيدهم؟ ليه؟ لماذا؟ هنا سؤال عبد الرحمن، كيف نعاقبهم على ذنب وهم مرضى؟ شوف هو رب العالمين، هذا هو سؤال عبد الرحمن من السويد. أيوة، كيف نعاقبهم على ذنب وهم مرضى؟ العقاب على هذا الذنب لأنهم من تسببوا فيه، هم من تسببوا في هذا ليس مجرد مرض عادي،
إن اعتبرناه مرض هو ليس مجرد مرض عادي، هذا شذوذ وليس بمرض. ما هو شذوذ، ما الذي أوقعه فيه؟ يعني زي ما لما تيجي تقول، ما ممكن واحد يقول لك القتل، انا كنت مصدوم نفسيا وانا بقتل، وانا كنت تحت تاثير مش عارف ايه و الى اخره. فهتجد مبرر لكل جريمه ترتكب ان الانسان كان فيها مريض. لكن لا، يعني احنا نقول ان هذا الفعل ثم انه هذا الفعل الذي يجعله يعني عقوبته شديد، الاثار المترتبه عليه. لو ان كل الرجال اتت النساء، طيب من يأتي النساء بالحلال؟ سيحدث فتنة، وبالتالي يجعل هذه المرأة اللي زوجها يعفها ولا يريد أن يأتي ناحيتها ويذهب إلى يمارس هذه الفعلة والعياذ بالله. طيب المرأة دي هذا ماذا تفعل؟ عندها حاجة للمعاشرة الجنسية، فتعمل إيه؟ هتروح بقى لواحد تاني تنام معاه، فتحدث الخرائب في البيوت وتحدث المصائب في البيوت. خليني شيخنا أذكر المشاهدين الكرام برقم الواتساب للاتصال لمن أحب أن يتصل بنا الآن على الهواء مباشرة ويوجه سؤالا لفضيلة الشيخ سامح الجبة. الرقم هو 00-1724-255-1599. إذن أعيد 00-1724-255-1599. معنا اتصال. عبد الله من مصر، اهلا ومرحبا اخي عبد الله، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخ عبد الله. جزاكم الله خير استاذ علاء والشيخ سامح، حياكم الله. حياكم الله. لو سمحت، انا كان عندي استفسار لان ده شائع بين الناس. نعم. هل أنا كمسلم يجب علي إنكار هذا الأمر، يعني الشذوذ وكذا وكذا، هل يجب علي إنكاره في حديثي مع الناس سواء في الواقع أو عن طريق الشاشات لو أنا شخص مؤثر أو مواقع التواصل الاجتماعي وكذا، ولا أكتفي بس بإنكار الأمر مع نفسي وفقط؟ يعني ما فيش داعي أتكلم مع الناس، ما فيش داعي أبدي إنكار بهذا الأمر، هل ده وجه سلبيات لو أنا عملت كده؟ تسمع إجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر أخي عبد الله؟ جزاكم الله خيرا، أهلا ومرحبا، شكرا لك. إذا استمعت السؤال فضلت الشيخ. نعم، يعني جزا الله خير الأخ الكريم في سؤال مهم جدا الحقيقة، وإحنا كنا بنتكلم على الإنكار. بالعكس، أولا لابد أن نفهم أن طالما أن هذا فعل محرم، وطالما أن هذا فعل حرمه القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه الخلفاء الراشدين، وبالتالي لا أقول يعني يجوز أو لا، بل يجب علينا أن ننكره وأن نرفع الصوت عاليا بإنكاره. وأنا أحيي الكابتن أبو تريكة على إنكاره هذا، واستغل يعني شهرته وشعبيته لهذا الإنكار. لأن أقول لك إحنا عندنا، خليني أجمع سؤال عبد الله، بما أنك أشرت لأبو تريكة. نعم. معي طيب. سؤال بالموضوع، نجمع نعم. السؤالين. تفضل. أحمد العدوي من مصر يقول لك: أثارت تصريحات نجم كرة القدم المصري محمد أبو تريكة والتي هاجم فيها حملات دعم الشواذ في الدوري الإنجليزي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية وبين نشطاء حقوق الأقليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما توصف طبعا. لماذا يتأخر السؤال من أحمد، لماذا يتأخر الدعاة والعلماء في التصدي لهذا الأمر ويتقدم لاعب مثل أبو تريكة للحديث؟ نعم. مش غريبة؟ نعم. طيب أنا يعني أكمل طبعاً. لا، هي هو بس لو الأخ متابع جهود العلماء هيجد إن في يعني كثير من العلماء والمؤسسات العلمائية فيها جهد كبير جداً جداً لهذا الأمر. لكن أنا عاوز أقول على حكم الإنكار اللي كان بيسأل عليه الأستاذ عبد الله. نعم. إنه هل ننكر؟ نعم ننكر، بل وجب. هذه أخص صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض. أول حاجة إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنه والعياذ بالله ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو العكس، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذه من صفات المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. وبالتالي لا ينبغي أن ننكر وأن نعلن صوتنا بهذا الإنكار، لأن إحنا عندنا في ميزان الشريعة أخي الأستاذ علاء أنه الأمر إذا كان يحقق مصلحة راجحة، الإنكار إذا كان يحقق مصلحة راجحة فيصبح آكد وأشد، وهو بلا شك الإنكار على هذه الفعلة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. كيف بيكون التغيير؟ وباللسان أيضا.
لا انا اتكلم عن الانكار على هذه الفعل بصفه عامه. احنا لو دخلنا في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحكامه، لا بس هيك سريعا حتى ما يظن يعني احد المشاهدين انه اذا لا يعني اذا جاره مثلا، لا هذا يعني الموقف يسلخ سكين، الموقف مثلاً من هذا الذي يمارس هذه الفعل، وخاصه اذا كان يعلنها، وخاصه اذا كان يعلنها، فهذا امره الى 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 الى, إلى, إلى, إلى الدوله. الدولة هي اللي تطبق عليه قوانين، والمفروض ان قوانيننا كدول اسلامية انها تجرم هذا الفعل ولا تسمح به، وبالتالي يتم التعامل معه في ازالة المنكر. في فرق بين ازالة المنكر، هذا مهمة الدولة، وبين انكار المنكر. انكار المنكر مهمتنا احنا نمد ان نرفع صوتنا عليه، لان بقول لك انه الاثر المصلحة الراجحة المترتبة على الإنكار كبيرة جدا، حتى لا ينخدع به شباب المسلمين بهذه الفعلة، وحتى لا يقتنع بها شباب المسلمين، لأنه أثرها متعدي. أثر الترويج للمثليين في مباريات كرة القدم أثرها متعدي، وأثرها كبير، أثرها السلبي متعدي، لأنه أنا قلت أن الترويج والإعلان عنها في مباريات كرة يؤدي إلى التفكير فيها، ثم يؤدي إلى الاقتناع بها، ثم يؤدي إلى يقول لك أجرب، وبعد ما يجرب يبقى تصبح عادة له، وبعد ما تصبح عادة له يبدأ ينشرها ويدعو لها ويدافع عنها، وتبقى المصيبة سودة على دماغنا كلنا. فبالتالي إحنا ينبغي أن ننكر على هذه الفعلة، لأن أثرها على مجتمعاتنا العربية والإسلامية كبير جدا. في تغريدة مهمة جدا ربما في هذا الجانب للدكتور محمد المختار الشنقيطي، يقول ردا على يقظة الضمير في حملة كلنا أبو تريكة ضد الشذوذ الجنسي، جاء مقال العرب الجديد يطالبنا بالتوقف عن إيذاء المثليين بين قوسين، والله يقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وقبله بأيام فتوى مركز حرمون بأن لا شيء يدين المساكنة منطقيا أو أخلاقيا. يعلق الدكتور الشنقيطي طعن في الإسلام بأموال المسلمين. وأنا أقول حقيقة، يعني أنت يا قلبك وجعك قوي على المثليين اللي احنا هنسيء اليهم، وقلبك مش واجعك على الاسلام وقيمه قيمه عليا في الاسلام؟ يعني ايهما يقدم؟ بس هذا عنوان في العرب الجديد. حقوق المثليين طبعا في هذا الإسلام. عيب ان يصدر حقوق المثليين في الاسلام، عيب ان هذا يصدر في جرائد عربيه الحقيقه. كيف يعني حقوق المثليين في الاسلام؟ ما لا يوجد حق ان انت لا تنكر عليه، وان انت هذا من واقع من وجهه نظرهم، وهذا الحقيقه عار وشنار ان يقال هذا الكلام الحقيقه. وزي ما انت قلت باموال المسلمين للاسف الشديد. فانا اقول الحقيقه الانكار واجب، والوقوف تجاه مثل هذه. انا اذكر هنا الحقيقه واترحم على فضيله الامام الاكبر الشيخ جاد الحق علي جاد رحمه الله، شيخ الازهر. ايوه الشيخ الازهر السابق، لما حدث مؤتمر السكان في مصر وارادوا ان يمرروا مثل هذه القوانين في دساتير المسلمين عبر مؤتمر السكان، رفض. ومبارك اتصل بشيخ الازهر وقال له يعني انت هتعمل لنا مشكله ودول العالم كلها، ورفض وقال له استقالتي جاهزه، لن ابيع ديني بعرض من الدنيا، ورفض ووقف وقفه شديده جدا. كان من ضمن الحاجات اللي هي حقوق الحاجات اللي بتروج، خلي بالك من قديم. بس الهجمه اليوم، الكلام ده كان في 95، الهجمه اليوم قويه جدا فضل الشيخ، الموجه عاليه. ما هو لماذا؟ لانه انا قلت لك في الحلقه السابقه إنه المجتمعات الغربية والمجتمعات الغير مسلمة في قضايا الأسرة انهارت، لم تعد هناك أسرة، وما زال يعني الأسر في بلادنا العربية والإسلامية في إجمالها ما زالت متماسكة. وما زال حتى أنت الرجل العادي، الرجل الأمي العادي البسيط، لما تأتي هذه السيرة تجده ينكرها ويلفظها، وتجد ما زال هناك الترابط الأسري، وتجد هناك احترام الوالدين، وتجد هناك الزواج على أسس صحيحة، وكل هذه هم يريدون أن يدمروها في مجتمعاتنا، لأن هذا هو الذي يعطيهم السيطرة علينا أكثر والتحكم فينا أكثر. فبالتالي أنا يعني أقول الإنكار واجب، ردا على سؤال الأخ، أن الإنكار واجب، ونحن ننكر على الفاعل، وأما على الفعل، أما الفاعل يعني له كلام آخر، ومن يتعامل مع الفاعل في هذه الفعلة هي الدولة بقوانينها. طيب ماذا شيخ سامح، ماذا عن الأسرة المسلمة التي تعيش في الغرب اليوم أمام هذه الهجمة الشرسة من قبل من يوصف بأنه لوبي الشذوذ في العالم؟ أخي أنا قلت لحضرتك من ضمن يعني أنا بالمناهج بالمدارس، أنا عشت في أوروبا 11 سنة، وعضو في المجلس الأوروبي للأئمة، أنا عضو مؤسس في هذا المجلس،
فالمجتمعات المسلمة داخل أوروبا هي مجتمعات بعيدة كل البعد عن هذا ومتماسكة جدا. بالعكس المجتمعات المسلمة في الأوروبيين هي صور ناصعة البياض تؤثر في الغربيين فتجعلهم يقبلون على الإسلام. لكن مشكلتهم في ماذا؟ الضغط اللي بيحدث عليهم في القيم والمفاهيم واللي منها تحت الضغط هذا ممكن ان هم يقدموا شيء من الايه من التنازلات او شيء من هذا. لكن هذا في التيار الغالب لم اره، لم ارى التيار الغالب من الائمه. تجد ربما تجد واحد امام من الائمه بعض الدول الاوروبيه ممكن يعني تدفعه دفعا لانه ياخذ موقف او يصرح تصريحات تنسجم مع هؤلاء. اما قضايا اللي هي من ثوابت الدين مثل هذا وان هذا شيء محرم، انا لم اعرف اماما من الائمه المعتبرين في اوروبا قال بأنه برر هذا الفعل، لم أعرف ولم أجد إماما من الأئمة المعتبرين في كل دول أوروبا الاتحاد الأوروبي برر هذا الفعل. حتى تأتي جريدة عربية وتبرره وتقول لك حقوق المثليين. يعني إذا كان من يعيشون في أوروبا وعليهم ضغوط من اليمين المتطرف في فرنسا وغيره ويعني يضغطون عليهم أن أنتم إرهابيين وإلى آخره، ومع ذلك لم يتورط أحد في أنه يقول أن هذا الفعل مباح، وإنما هو يتحدث على أنه طالما أن هذا الفعل مستتر ولا يعني يضرني في شيء فأنا لا أتعرض له، وهذا بحكم فقه الواقع الذي يعيشونه ربما يكون مقبول. وزي ما حكيت لحضرتك يعني الرجل الذي الضحاك الذي كان مدمن الخمر ويساق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل شهر مرة ولا مرتين يقام عليه حد الخمر، فلعنه أحد المسلمين فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعنوه وقال إنه يحب الله ورسوله ومدمن خمر. فهنا هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونهي لهم عن ان هم يلعنوه، هل معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبرر ادمان الخمر؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. انما النبي صلى الله عليه وسلم يفرق ما بين الفعل والفاعل. حتى نفسه سيدنا لوط في القران لما قومه هددوه وقالوا يا لوط لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين، قال اني لعملكم من القالين. ما قالش لي كنتم. فرق لوط عليه السلام بين الفاعل والفعل. نعم. الفعل هو قال إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين. قالين يعني من المبغضين بغضا شديدا. فأنت تبغض الفعل بغض شديد، تنكر الفعل إنكار شديد، لكن الفاعل يمكن أن تأخذ بيده وتكون سببا في هدايته، ممكن أن أنت ينتقل. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلها ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني ممكن واحد من هؤلاء لو تاب وصدق في توبته وأعلن عن، وهذا يمكن يعني هتلاقي ناس كتير بتسأل هل يجوز لمن ابتلي بهذه المصيبة هل يجوز له توبة؟ نعم يجوز له توبة، سبحان الله من يحول بينه وبين التوبة. فقد يكون إذا امتدت إليه يد تأخذ بيده وتنتشله من هذا المستنقع الآسن ربما يتوب وتحسن توبته. وقلت لحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي أشار على ماعز لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لعله يتوب وتصدق توبته مع الله سبحانه وتعالى ويقبل الله عز وجل توبته. وبالتالي علينا ونحن يجب علينا أن ننكر ويجب علينا أن نرفض وأن نبغض، لكن علينا أن ننظر في الحالة التي نراها، لأنه هي بس مش في المجتمعات الغربية، للأسف في بعض المجتمعات العربية. أنا أحببت أن نفصل موجود. في هذا أشرت في سؤال من أحد المقيمين في أمريكا يقول هل من توبة للشاذ وما هي وسائل التوبة من الشذوذ؟ نعم التوبة لا شك طبعا متاحة. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحاجة الوحيدة اللي استثناها من عدم المغفرة الإشراك والعياذ بالله اللي هو الشرك الاعتقاد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتالي لا حرج على التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، ونشجع كل من ابتلي بهذا. لكن كيف يتوب هو ده الكلام، كيف يتوب؟ أنا أقول لا يكون التشجيع بفتح الباب يعني على التوبة، لا أقول نشجعه على الفعل. نعم لكن مثلا يعني عندك بابا الفاتيكان فرانسيس قال لك المثليون أبناء الرب ويحق لهم تكوين أسرة. ما هو الرب بتاعه بقى الله أعلم بحاله،
ما هو أي رب. بس خطورة هذا الخرق يعني ده اليوم طبعا الكنيسة متورطة في هذا الأمر بلا شك، تورط يعني من يعني بتبارك زواج المثليين وتعقد الزواج لهم، وهذه من المصائب يعني، يعني هذه من المصائب يعني. فلا يعول على هذا، هذا قول باطل، وما بني على باطل فهو باطل ولا يعتد به. نحن نقول لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ورضي بالله ربنا وبالإسلام دينا أن هذا فعل محرم ولا يجوز، وقلنا يجب الإنكار ويجب الكفر. بس محاربة لوب الشذوذ في العالم اليوم هل يقتصر على المسلمين؟ يعني هل الخطر يهدد فقط المسلمين؟ لا، العقلاء، أنا أعرف كثير من العقلاء في الغرب ومن غير المسلمين من يرفضون هذا، لأنه زي ما قلت لك هو تهديد اجتماعي، هو تهديد بيولوجي، هو تهديد صحي، لأنه كثير من الأطباء أثبت أنه يعني بعضهم ذكر أكثر من 11 أو 13 مرض يتسبب فيه هذا الأمر، هذه الممارسة تسبب أكثر من 13 مرض من الأمراض وكلها أمراض فتاكة. فبالتالي في خطر صحي، في خطر بيولوجي، في خطر اجتماعي، إنه انتشار الفواحش في المجتمع، لأنه الرجل الذي يأتي الرجل، طيب الرجل اللي يأتي الرجل ده امرأته مين اللي هيأتيها؟ هو يزهد فيها، لا يريد أن يجامع زوجته، ما عندوش رغبة إليها لأنه خلاص فطرته انتكست. طيب من يأتيها؟ عندها رغبة. خلينا نتمسك بالأصل، لأنه يمكن يقول لك أنه أنا غير قادر على الزواج. كيف يعني؟ يعني هو يحاول أن يبرر فعلته أنه غير قادر على الزواج من امرأة فيقوم بهذا الفعل. لا يعني هو يوهم نفسه بهذا، هو يوهم نفسه بهذا. هو أنا أقول أنه كثير من العقلاء في الغرب يدركون خطورة هذا الأمر وأبعاده، وأن هذا يؤدي إلى تناقص ويعني أعداد السكان في المجتمعات الأوروبية، وأن هذا قنبلة يعني مستقبلية يعني تؤدي إلى ضعف النسل وانتشار الأمراض. خلينا نختم فضيلة الشيخ. نعم. كيف نحصن أبناءنا في مجتمعاتنا العربية؟ هل وصلنا إلى حدود الظاهرة؟ نحصن أبناءنا اللي من ابتلي وكيف يتوب، يعني كيفية التوبة من هذا سريعا. أي نعم، أنا أقول أول شيء، أولا عليه أن يكون مقتنعا، إن كان هو يعني إنسان مسلم وابتلي بهذا عليه أن يكون مقتنعا بأن إنكاره نفسه هو لهذه المصيبة هي بداية الحل. نعم، لأنه الإنسان لو مش مقتنع أنه هو في مشكلة لن يحل هذه المشكلة، لكن اقتناعي أن أنا في مشكلة فدي بداية الحل. رقم اثنين، أنه ما السبب الذي أدى بي إلى هذه، إيه أسباب؟ هل أنا دائما وأبدا يعني مفرط في قراءة القرآن، فيما افترض الله عز وجل علي؟ أنا صلتي بالله عز وجل ضعيفة، يبقى أبدأ أقوي صلتي بالله سبحانه وتعالى، أبدأ أقوي صلتي بقراءة القرآن. وبداية الصلة الحقيقية تأتي بالتوبة، أن نتوب، وأن نتوب توبة صادقة عازمين فيها على أن نعود إلى هذه الفعلة، ثم أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. مشكلة كثير من المسلمين أن نحن نقرأ القرآن ولا نتدبره ولا نعيه، علينا أن نتدبر القرآن وأن نعي كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إن في مساحة في نفس كل واحد فينا، في مساحة، هذه المساحة كلما ضاقت اتسعت مساحة الانحراف، هذه المساحة هي مساحة حب الله سبحانه وتعالى والاتصال بالله سبحانه وتعالى، مساحة النور، مساحة النور الموجودة اللي هي سر خلق الله عز وجل الإنسان، ونفخت فيه من روحي. فهذه المساحة كلما ضاقت وكلما قلت اتسعت على أساسها المساحات الأخرى، فتجد اللي بيكون المساحات دي مشغولة بعقائد باطلة فاسدة، عبادة البقر وما إلى ذلك، واللي بتجد المساحة هذه بتشغل بشهوات فاسدة زي مثل هذه الشهوات. فإذا أردت أن تتوب وقوي مناعتك الداخلية، وتقوية المناعة الداخلية تأتي بزيادة هذه المساحة من حب الله سبحانه وتعالى، من التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولن يكون هذا إلا بحسن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن بتدبر. جميل. وليس مجرد. ثم الأمر الآخر وهو البيئة، الصحبة الصالحة. البيئة الفاسدة اللي انت فيها لازم تغير. لو فعلت الثلاثة هؤلاء، أنت في نفسك وفي ما تعتقد وفي زيارة مساحة الإيمان في نفسك، ثم في تغيير البيئة المحيطة بك، أعتقد والله أعلم ستنتشل وتخرج من هذه الحالة بإذن الله تعالى. أما تحصين أبنائنا اللي حضرتك بتسأل بيه، اللي تريدنا في دقيقة، في دقيقة، أنا أقول الوعي، الوعي، الوعي للأبناء وللشباب وللنساء بأنه الذي يحدث هذا هو ليس بداية، ولكن هو نقطة أو مرحلة
سبقتها مراحل وستتلوها مراحل أخرى. فإن سكتنا ووقعنا في هذا الفخ سنصل إلى مراحل أخرى لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. هل الحل بالرقابة الشديدة بالكبت أم بماذا؟ الحل بالوعي وأمام وسائل التواصل الاجتماعي الآن بالوعي. الأطفال الصغار بيكونوا عم يتابعوا طبعا دي إجراءات دي إجراءات وتمر إعلانات يعني. لكن أنت لو عملت إجراءات بدون وعي، لو عملت إجراءات ومنع وحصار وإلى آخره، ولكن لم تزرع في ابنك أو في أخيك أو في تلميذك أو في طالبك، لو لم تزرع فيه الوعي بأهمية هذا الأمر وخطورته وينبغي أن يترك ونقنعه ليه إحنا بنعمل هذا. يعني الوعي هو منهج الإسلام وهو خطاب الله سبحانه وتعالى. أول آية في القرآن الكريم اقرأ دليل على الإيه؟ على الوعي، أنك تقرأ وتفهم. لأنك لما تعي، لو أنت مش معاه، لو عنده وعي، لو ابنك عنده وعي وأنت مش موجود حواليه والرقابة اللي أنت حاططها بعيد عنه، هو من نفسه هيتصرف التصرف الإيه؟ الصحيح، ويأخذ القرار الصحيح. لكن الإجراءات مطلوبة طبعا لا شك، بس يسبقها أو معها أن نزرع في أبنائنا الوعي. والوعي هذا يأتي بالحوار والنقاش، وأن احنا يعني نولد القناعة. وتوليد القناعة ده موضوع كبير، يعني ممكن نبقى نفرد له حلقات أخرى. لكن أن نفهمهم كيفية تنفيس الشهوة بأي طريقة تكون، وأنه الزواج كل الحلال الخير، نعم، كل الخير في أن نكون في ظلال أحكام هذا الدين، وخاصة في الحاجات الاجتماعية. الحاجات الاجتماعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا في الزواج، في الأسرة، في الحلال، في الحرام، هذه لا توجد شريعة مثل شريعة الإسلام في هذا، تحقق الإنسان السعادة. كل من ينشد السعادة والسعادة في هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سامح الجبة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شرفتنا في هذه الحلقة من دروب الحياة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.